يلعب في الكويت شكرا. ولعب في الكويت في نادي كاظم اللي انت لعبت فيه، تمام. ومتابع للكوره بقالي 60 سنه لم ارى مثل هذا التخبط. شكرا شكرا يا استاذ محمود. معانا وليد من القاهره. ازيك يا وليد؟ مساء الخير يا كابتن خالد. مساء الخير يا وليد، اتفضل. ازي حضرتك؟ اخبارك تمام؟ انا طبعا اولا بحييك، طبعا بحييك على حيادك، وبحييك يعني على يعني على الانفرادات الاعلاميه، وبحيي اسره التحرير كلها بدايه من الاستاذ اسامه خليل لغايه المصورين اللي ورا الكاميرا. انا في نقطتين معلش يا كابتن خالد عايز اتكلم. اتفضل سريعا. لا لا مش هطول عليك. انا النقطه الاولى بس، يمكن انا الناس كلها بتتكلم في موضوع نجي جدا، وانا هتكلم في نقطه انا بوجه لهم معتاد من كل جماهير الزمالك للكابتن حسن شحاته. وعايز اقول لك كابتن حسن، ابن نادي الزمالك، ولما تغلط في رمز من رموز نادي الزمالك ورئيس نادي الزمالك، سواء اتفقنا معاه سواء تعارضنا معاه، بس ده رمز من رموز نادي الزمالك، ده رئيس نادي الزمالك. لما اطلع اقول في قناه دريم انه بيقول كلام فارغ فده لا يصح، ده ابن نادي الزمالك، ولولا نادي الزمالك يا كابتن حسن انت ما كنتش بقيت مدرب لمنتخب مصر واعظم مدرب في تاريخ الكره المصريه. تمام. النقطه الثانيه يا كابتن حسن شحاته بيقول ماشي، لا هو ميدو فين؟ يا كابتن حسن، كابتن ميدو ده احسن لاعب محترف في تاريخ الكره المصريه، تمام؟ وحاليا كابتن ميدو بيلعب في دوري الدرجه الاولى الانجليزي اللي 99% من لعيبه مصر بيشوفوا التلفزيون، تمام؟ النقطه الثانيه يا كابتن خالد ماشي، معلش يعني ايه، يعني حضرتك انا عايز احط سريعا ونبا ولا الحلقه بتاعت امبارح ماشي حضرتك، انا الحلقه بتاعت امبارح عايز احط لها بس ايه، ان ده دي منظومه فساد، ده دي منظومه الفساد، ان رئيس ماشي حضرتك من رئيس منطقه ما يعرفش تاريخ، وقال الصندوق يقول تاريخ ثاني، والوصولات اللي حضرتك مطلعها ويعني حاجه تخبط. وانا اخيرا بشكر مجلس اداره نادي الزمالك انه قاطع برنامج مساء المهلبيه للست شبابيه، وشكرا جزيلا. شكرا. مفيش داعي يا وليد الكلام دوت. شكرا لوليد. تعالوا لفاصل اعلاني ونعود مع الاستاذ ايمن بدره.